مرحب بيكم. هنكون بنعمل شغل روحي مع بعض ونروح، فمش عايزين نأخركم عشان لا عايز يروح بدري. الصلوات اللي بتأتي بنتيجة، كل صلاة بتأتي بنتيجة بسبب مراحم الرب، يعني رحمة الرب أمينة إنها تأتي باستجابات حتى لو إحنا مش في المكان الصح. فمراحم الرب هو الأرضية أو الشبكة اللي تحت رجليك، لو وقعت من الخط المظبوط في شبكة بتسندك اسمها مراحم الرب. ومراحم الرب بتضمن إن صلواتك تأتي بنتيجة حتى لو أنت مش في المكان الصح. بس مش معنى كده نسيب نفسنا في المكان الصح، لأن المكان الصح بيبقى فيه خوف أو بيبقى فيه اضطراب أو فيه عدم رؤية. أخطر حاجة في الوقت ده إنك ما تبقاش شايف الرب، مش شرط شايف اللي هيحصل، بس شايف الرب وشايف حضور الرب وشايف جد السماء. كنا بنحكي يوم الاثنين اللي فات إنه جحزي لما شاف العساكر والجند اللي تحت الجبل قال آه يا سيد ماذا نفعل، لكن في المقابل إليشع شايف حاجة تاني، فقام مصلي لجحزي يا رب افتح عينيه لكي يبصر، مش يبصر اللي هيحصل لكن يبصر السماويات، يبصر السيد، ويبصر أن الذين معنا أكثر من إيه؟ من الذين علينا. فأبصر كده، أبصر مركبات نارية، أبصر جند السماء، أبصر حركة ملائكية ونار تحيط بإليشع. فمهم قوي في الزمن ده أنك عينيك ما تنزلش عن المشهد الحقيقي اللي هو الرب والعرش، مهم جدا، لأن في المكان ده في وجودك فيه، في آية حلوة بحبها قوي في يوحنا 17، يسوع بيكلم الآب قال له أنا فيهم وانت فيا. حلوة قوي الآية دي، أنا فيهم وانت فيا، انت في قلب الله، انت في وسط الله، انت مكانك مطعم في الله، أنا فيهم وانت فيا. يعني النتيجة النهائية احنا فيه ده يعني إن بالإنجليزي، إن وأوت، إن يعني جوه، أنت جواه. أصل في بعض الأحيان بناخد على اللغة أنا في المسيح، بس محتاج تدرك في دي يعني جوه، وأنت بتصلي من جواه. حلو إنك تشوف كتير كتير ولغتنا بتقول كده، أنا واقف أصلي قدام ربنا، ده حقيقي مظبوط، نتقدم بثقة بدم يسوع المسيح إلى قدس الأقداس، أوكي طريقا كرسو بنقف على حساب الدم قدام الرب قدام العرش، لكن دي لغة بتحاول توصل لنا الصورة. لكن في صورة ثانية حقيقية كتابية، إنك أنت داخل الله، أنا فيهم وإنت فيا، ووجودك وإدراكك إنك واقف مش بعيد عن الله بتحاول تجذب انتباهه، أنت في قلبه، من يمسكم يمس حدقة عينه، أنت في العهد خلاك فالله والله فيك، وفي يعني جوه، وإدراك إنك جوه الله والله جواك ده إدراك مختلف خالص، محتاج نجدد ذهننا بيه، مش بس بنقف قدامه لكن بنقف جواه. تقولي ايه الفرق بقى في قدامه؟ ده الطلبات، ده الكهنوت، جعلنا ملوك وكهنة، فبنقف قدام الرب نطلب طلبات، لكن بنقف جواه عشان نشوف الأحداث من خلاله ونبقى ملوك. فبقى في قدامه ككاهن وبقى في جواه كملك، لأن جوه الله بقدر أشوف من خلاله، وانا واقف قدامه بقدم ذبائح، بقدم حب، بقدم عباده، بقدم ثقه، بقدم ذبائح الرب تسبيحات، لكن وانا جواه ببص من خلاله، فبقدر اشوف بطريقه مختلفه، بقدر اصلي من مكان مختلف، والمكان ده مكان الملوك، مكان السلطان، مكان وجودك ووجودي في المكان الحقيقي بتاعنا، لان احنا مش من هنا. انت عارف الخبر ده؟
احنا مش من هنا، وده خبر مريح. ومش من هنا لان احنا حاجه، احنا مش من هنا لان احنا جواه. اقرا لك ايات، انا عايز مش عايز اوعظ واطول، عايز نكون في الروح ونعمل شغل روحي مع بعض. فانت حتى بتسمعني شجعك ان تكون بتعمل شغل روحي جواك علشان نصلي صلوات. يوحنا 18، انا بص على حبه ايات كده صغيره بس، في حته هنحتاج نعمه فيها في كلام النهارده. يوحنا 18 ايه كلكم عارفينها، في عدد 36 اجاب يسوع وقال اللي احنا بنقولها عن ملكوت الرب. بس يسوع بيقول لنا حاجه، اجاب يسوع وقال مملكتي ايه؟ ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا اسلم الى اليهود، لكن الان ليست مملكتي من هنا. ادراك ان الملكوت بتاعنا مش من هذا العالم بيحفظنا في ميزان صغير. ايه الميزان ده؟ الميزان ده بيقول انه الملكوت، السلطان، الحركة الروحية اللي انت وانا بنسكن فيها بنعيش فيها، مملكة الله، هي مش من هنا. عشان كده هو قال صلوا ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. إذن البعدين موجودين، هو مملكة مش من هنا لكن معطى ليها إنها تؤثر هنا. مملكتي ليست من هذا العالم. لما بنصلي ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، ده لتأثير المملكة التي ليست من هذا العالم اللي احنا عايشين فيها في الروح، أن تؤثر في الحياة اليومية كما في السماء كذلك على الأرض. لكن المبدأ مملكتي ليست من هذا العالم. متى 26 آية برضو أنتوا عارفينها بس كأنه في نفس الموقف. متى 26، قلت لك النهاردة هنبقى في شغل روحي شوية. متى 26 آية مشهورة برضو، يسوع قالها عدد 53 عدد 52، قال له يسوع رد سيفك، كان بيكلم بطرس، إلى مكانه، كل الذين يأخذون بالسيف يهلكون. الآية اللي أنا عايزها الآية اللي وراها 53، أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيش من الملائكة؟ مملكتي ليست من هذا العالم ومليانة جند، مليانة 12 جيش من الملائكة. عارفين كلمة لجيون؟ اللي كان راجل ده 12 لجيون من الملائكة. وده احساس كويس قوي انك تفهم من ارواح الشر دايما اقل من ملائكه الرب، دايما اقل. انا لو طلبت من ابي يبعت 12 لجيون، 12 كتيبه، 12 جيش من الملائكه. اوكي، هنا في القصه يسوع لم يدع المملكه اللي مش من هذا العالم تتدخل في القصه، لان دي قصه فداء. بعد الفداء يسوع قال اطلبوا ان المملكة اللي فوق دي تؤثر على الارض. ففي هذه القصة قال انا مش هطلب ال 12 جيش. ليه؟ لان انا بقدم نفسي ذبيحة. بعد الفداء، بعد الملكوت، قال لهم صلوا كده ان ليأتي هذا الملكوت اللي ليس من هذا العالم بجيشه بملائكته ويؤثر على الارض. امين؟ انتوا معايا؟ محتاجين تتصحصحوا. إذن مملكته ليست من هذا العالم. في الصليب لم ير زي ما يكون قال أنا مش هطلب من أبي ال 12 جيش دول يأتوا ويتدخلوا في القصة، أنا بقدم نفسي ذبيحة. لكن بعد كده، بعد ما دفع لي كل السلطان في السماء والأرض وتحت الأرض، أعطانا السلطان أن نطلب تدخل المملكة التي ليست من هذا العالم في العالم. بس عشان أكون متحرك في المكان ده، محتاج أدرك إن مملكة الرب مش هنا، مش في الشارع، مش في العيان، مش في الأخبار، مش في الظروف، مش في محطات البنزين. مملكة الله في حتة فوق. لما تقرأ كده في حزقيال
من عدد 40 ل 48 بيتكلم عن مدينه فوق المدينه، فوق الجبل، اراني فوق الجبل، بحكي عن مدينه ما كانتش بقى ما ينفعش. معظمكم سمعني بحكي عن هذه المدينه بتاعت حزقيال، مدينه ما فيش جبل في الشرق الاوسط فوقيه مساحه تنفع لبنى مثل هذه المدينه. يعني فيها هيكل وفيها مدينه، والمدينه والهيكل دول واسعين جدا، وبيقول كل دول فوق الجبل. فالقصة النبوية روحية، يعني ده جبل روحي ودي مدينة روحية. حزقيال بيقول لنا ايه عن 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 الملكوت؟ يقول ان في مدينة فوق المدينة، والمدينة دي ليها سكان، والمدينة دي فيها قدس اقداس، والمدينة دي فيها بيوت وابواب ومخارج، والمدينة دي فيها ناس ساكنة، بس المدينة دي فوق الجبل، ساكنة فوق المدينة اللي تحت. محتاج تشوف المشهد ده معايا، ان ده مشهد مهم جدا للصلاه اللي هنصليها النهارده. في مدينه فوق مصر، المدينه دي مدينه روحيه. الحقيقي لما تقراها في كتاب مقدس وتدرسها، بس انا مش عايز اعمل كده دلوقتي عشان الوقت، هي العروس، هي الكنيسه. بس افتح تخيلك معايا، في مدينه اسمها مصر، بس في مدينه فوقيها في الروح طايره في الهواء، مدينه روحيه طايره في الهواء، في فوق جبل اسمه جبل الرب، والمدينه دي فوق البلد، مدينه روحيه فيها سكان. دول السكان اللي هم اولاد الرب وبنات الرب اللي بيدركوا المكان بتاعهم وبيتحركوا فيه وبيتمشوا فيه، ففيها سكان وفيها هيكل وفيها قدس اقداس وفيها مخادع وفيها الملك. يقول لك الملك يخرج قدامهم ويحكي عن مدينه كامله بكل مقاييس بكل قصص. فما في مدينه فوق المدينه، والمدينه دي هو الملكوت، هي دي مملكتي ليست من هذا العالم، هي هنا هو. وولاد الملكوت مدركين هم في الجسد موجودين في مصر، لكن هم سكان مدينة تانية فوق مصر. فاللي بيحصل حواليك، اللي بيحصل في الشارع، اللي هيحصل في الشارع ده انت بتتفرج عليه من مكان تاني، وده مهم جدا النهاردة تقف فيه. انت بتتفرج عليه من مكان تاني، لان مملكة حضرتك ليست اوكي، ليست من هذا العالم، المملكة ليست من هذا العالم، والمملكة موجودة في حتة فوق المملكة الأرضية، ومصر موجودة هنا في مدينة تانية فوق، والمدينة دي فيها سكان والرب موجود فيها وكل أمور وأبواب وأسوار وفيها شغل روحي شغال. وكان كل مرة الرب يحب يوري حد من ولاده أمور في الملكوت كان بياخده فين؟ فوق الجبل. شغل روحك وافهم. بياخدوا فوق الجبل عشان فوق الجبل بيشوف ان فوق الجبل هو المدينة، فوق الجبل هو المدينة. خليني اقرا لك آية في تكوين 13، تكوين 13 في تكوين 13 القصة اللي حصلت ما بين لوط وإبراهيم عشان يقسموا المواريث. فلوط اختار، عد 10 رفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن جميعها سقي قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة، وشاف سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل لوط شرقا. اعتزل الواحد عن الآخر، إبرام سكن في أرض كنعان. خلي بالك في فرق بيحصل، في مسافه بتحصل ما بين اتنين مؤمنين. لوط مؤمن كان بيقدم ذبائح للرب. بطرس يقول لنا لغايه رساله بطرس في العهد الجديد يقول لك لوط البار. فحصلت مسافه ما بين اتنين مؤمنين، واحد اختار انه يملى عينيه بمصر. فاهمين مصر يعني ايه؟ يملى عليه بالشارع، يملى عليه بالاحداث اللي حاصله واللي هتحصل. واحد عدد 14 بقى التاني بقى، قال الرب لإبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه. الحتة دي اللي أنت تفهمها أو تدركها لما تقراها، إنه إبراهيم كان فوق جبل، فقال له بص إبراهيم، لوط اختار حتة في سدوم وعمورة كأرض سقي في الأرض، في حاجة مليانة مية يعني، لكن أنت اطلع فوق الجبل وبص. وقال له إيه؟
انظر من الموضع الذي انت فيه، خلي بالك من التعبير الجاي لان ليه معنى في صلاه هنصليه النهارده. شمالا جنوبا شرقا وغربا، يعني طلعوا لحته عاليه وقالوا من فضلك بص شمال، بص جنوب، بص شرق، بص غرب، جميع الارض التي انت ترى لك اعطيها ولنسلك الى الابد. عدد 17، قم امشي في الارض طولها وعرضها ان لك اعطيتها. هو ابراهيم مشي في الارض طولها وعرضها. في القصة هنا لما تقراها تكتشف انه قال له وانت فوق الجبل امشي للشمال، فوق الجبل مش في الارض تحت، امشي للشمال، امشي للجنوب، امشي للشرق، امشي للغرب، بصورة نبوية عشان تعلن وانت فوق الجبل ان الارض اللي فوق الجبل والارض اللي انت عينيك بتشوفها تحت الجبل بقت ملك للرب. هتفهم اكتر حاجة بس خليك معايا. فالرب لما يحب يوريك ميراث بيبقى قدامك اختيار، يا اما تختار انك تبص قوي للي حاصل واللي هيحصل، وده بيخليك زي لوط اللي اختار الحته اللي تحت. الرب قام اخذ ابرام للمدينه اللي فوق، المدينه اللي فوق، وقال له بص المدينه اللي فوق ليها شرق وغرب، ليها شمال وجنوب، وانا عايزك تبص للاربع جهات لان الاربع جهات بتحمل الارض كلها، الاربع جهات بتحمل المداخل، البوابات، بتحمل السلطان، بتحمل كل جهات الارض. وقال له بص انت ليك مدينه فوق، فاطلع فوق وبص من المكان ده شمالا وجنوبا شرقا وغربا، كل مكان ترى عينيك لك اعطيته. اوكي، اخد كمان حاجه من القصه دي، انه انا محتاج ابص من المدينه اللي انا فيها اللي فوق، مملكتي ليست من هذا العالم، ابص من المدينه اللي فوق على المدينه اللي ارض، ومن خلال فوق بقدر اصلي، من خلال وجودي فيه بقدر اصلي كملك، وجودي قدامه بصلي ككاهن، وجودي فيه بقدر اصلي كملك. فلو انا من تحت بصلي للرب امين، ده كهنوت انا بقدم ذبيحه للرب، لكن وانا فيه انا في المدينه اللي فوق اللي من خلالها بصلي كملك، انا فيه فبصلي كملك، بصلي من خلاله. ففي مدينه فوق، خلينا نبص على حبه ايات من المدينه اللي فوق في حزقيال 48. قلت لكم ان الرب قام اخذ حزقيال فوق الجبل وابتدى يوريه مدينه، ابتدى يوريه هيكل، ابتدى يوريه مقاييس، مقاييسها كبيره جدا، فدي مش حاجه ارضيه، وابتدى يديله تفاصيل من 40 ل 48 بيحكي عن هذه المدينه الموجوده فوق، فوق البلد. انا حريص انك تشوف المشهد، مصر اهي في مدينه تانيه فوق، انت من مستوطن المدينه اللي فوق دي، ده مكانك في الروح، ده مكانك في المسيح، ده الحته اللي انت فيها بتسكن، مملكتي ليست من هذا العالم. وهو يسوع في الارض قال انا كان ممكن اجيب لك 12 جيش ينزل دلوقتي، بس انا حسيبه لاولادي لما يكونوا موجودين في الارض، ان هم ليهم في المكان ده في المسيح، ان هم يبصوا زي ما ابراهيم بص من فوق شمال وشرق، شمال وغرب، شمال وجنوب، شرق وغرب. حزقيال 48 عدد 30، هقرا لك حبه ايات. هزيمه خارج المدينه، انا بتكلم بسرعه علشان الوقت وعشان البنات اللي تحب تروح بدري النهارده. هزيمه خارج المدينه من جانب الشمال 4500 قياس. انا بختزل ايات كتير عشان الوقت. من حزقيال 40 ل 48 عمال بيقيس في المدينه وبيقيس في الهيكل اللي هو موجود فوق البلد. الجمله دي لازم ترشق جواك، في مدينه فوق البلد ليها مقاييس، ليها سكان، اللي هو انت وانا واحنا والعروس والرب موجود فيها، والمدينه دي هي المكان بتاعك اللي منه بتبص على اي حاجه تانية، مش بتبص من الشارع للشارع، بتبص من المدينه بتاعتك. هذه مخارج المدينة من جانب الشمال 4500 قياس، أبواب المدينة على أسماء ولاد الرب، ولاد شعب الرب. ثلاث أبواب نحو الشمال، باب رأوبيم، باب يهوذا، باب لاوي، إلى جانب الشرق
وبعد كده يقول لك 4500 قياس يعني، وثلاث ابواب، باب يوسف، باب بنيامين، باب دان. جانب الجنوب 4500 مقياس وثلاث ابواب، باب شمعون، باب يساكر، باب زبولون. الى جانب الغرب 4500 قياس وثلاث ابواب، باب جاد، باب اشير، باب نفتالي. المحيط بتاع المدينه 18,000، واسم المدينه من ذلك اليوم يهوى شمه، يعني الرب هناك او الرب هنا. في مدينه الرب موجود فيها، والمدينه دي بصه مربعه، مربعه بصه شمال وجنوب، شرق وغرب، وفي كل اتجاه من دوله في ابواب، والابواب دي باسماء ولاد الرب. محتاج تكمل الصورة معايا. فالمدينة اللي فوق المدينة لو جاز التعبير مربعة، بس عايز أقولك دي مش حاجة غريبة، لأن سفر الرؤية بيقول إنها مربعة. ما تقوليش يعني إيه مربعة دلوقتي، لأن كل دي لغة روحية، ما هيش مربعة يعني مربعة، لأن الأربع جهات أو الأربع دي بتعني الأرض كلها، بتعني ممالك الأرض، بتعني كل حاجة. فدي كلمة أربعة في الكتاب المقدس. فالمدينة مربعة وفيها جهة شمال، جهة جنوب، جهة شرق، جهة غرب، وكل جهة فيها أبواب، والأبواب باسم ولاد الرب. ومش فارق اسم قوي أو اسم ضعيف، أو سوري ابن قوي أو ابن ضعيف. رأوبين كان ضعيف، شمعون كان ضعيف، يهوذا كان قوي، يوسف كان قوي، بس في باب باسم رأوبين، في باب باسم شمعون، زي ما في باب باسم يهوذا، وفي باب باسم حد. فاهمين قصدي؟ وبالتالي القصة ليست لها علاقة بأنا أنا عظيم في الملكوت فأنا ليا باب، وأنا نص نص في الملكوت فأنا. القصة ملهاش دعوة بكده. القصة دعوة دي أبواب بأسماء ولاد الرب موجودة في الجهات الأربع للمدينة. أوكي، حزقيال 37، أنا داخل معاك في الجد. حزقيال 37، كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآن عظام. دي قبل ما يتكلم معاه عن قبل ما يطلعوا فوق المدينة دي في عدد 40، في صح 40، احنا في 37 قبل ما يحكي له عن المدينة. البقعة دي ما كانتش جوه المدينة، البقعة دي تحت ملآن عظام. أمرني عليها من حولها وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة وإذا هي يابسة جدا. قال يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ كلكم عارفين الشاهد ده. فقالوا تنبأ يا ابن آدم، أنت اللي قول يا ابن آدم. لما حزقيال قال له يا سيد أنت تعلم، قال له الرب تنبأ على هذه العظام. عايز أقول عدد 9، أوصل عدد 9 عشان الوقت. قال لي تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم، قل للروح هكذا قال السيد الرب، هلما يا روح من الرياح الايه؟ هلما يروح من الرياح الاربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما امرني، فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على اقدامهم جيش عظيم جدا جدا. ايه القصه؟ اتاري الجهات الاربع دي مش حاجه ملهاش معنى في كتاب مقدس، لكن ليها معنى زي ما ليها معنى كل الارض دي. بيقول لك المدينه هي بصه بابوابها على الجهات الاربع، ولما الرب اخذ حزقيال لمنطقه فيها عظام تحت الجبل قال له اقف وسط العظام وتنبأ، قل له هب يا روح من الرياح الاربع، شمال جنوب شرق غرب، هب على هذه العظام. ولما صلى او تنبأ حزقيال هذه الصلوه قامت العظام جيش عظيم جدا جدا. معايا لغايه دلوقتي؟ افتح معايا دانيال. انا ببسط بقدر الامكان. دانيال 7، دانيال كلكم عارفين انه سفر نبوي بيتكلم عن الازمنه الاخيره او له علاقه بالازمنه الاخيره.
مش هخش في نبوات الازمنه الاخيره، لكن هبص على الاتجاه اللي هنصلي فيه النهارده. في السنه الاولى لبلشصر ملك بابل راى دانيال حلما ورؤى نفسه على فراشه، حينئذ كتب الحلم واخبر براس الكلام. وده حاجه كتير بقولها لكثيرين، لما تستقبل حاجه من ربنا من فضلك اكتبها ما تفوتهاش. من فضلك لما تستقبل حاجه وانت في الشارع اقف واكتبها، اكتبها على الموبايل بتاعك، اكتبها على ورقه، اكتبها. مش ده موضوع. حينئذ كتب الحلم. اجاب دانيال وقال: كنت في رؤياي ليلا واذا باربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وصعد من البحر أربعة كائنات عظيمة، هذا مخالف ذلك مقابل ذلك. يعني كائن اتحرك ناحية الشمال، كائن اتحرك ناحية الجنوب، كائن اتحرك ناحية الشرق، كائن اتحرك ناحية الغرب، لأن في أربع رياح السماء هجمت على البحر العظيم. أذكر المدينة فوق المدينة، انت من سكان المدينة، والمدينة دي ابوابها مفتوحة على الاربع جهات وليها ابواب مفتوحة. ولما حزقيال قام مصلي قال له: هب يا روح من الجهات الاربع على العظام فتحيا العظام، فقام جيش عظيم. مش هخش في تفاسير دانيال، بس انا بأملى ذهنك بالصورة، انا عايزين نعمل شغل روحي في الصلاة مع بعض. هنط معاك لدانيال 8. دانيال 8 برضو انا مش مشغول بتفسيرات دانيال دلوقتي. تعظم تيس الماعز جدا، ولما اعتز انكسر القرن العظيم. كان في قرن، كلمة قرن كان مقدس تعني قوة. انكسر القرن العظيم وطلع عوضا عنه أربعة قرون معتبرة. نحو إيه؟ نحو رياح السماء الأربع. فدانيال بيرى حاجة غريبة جدا، بيرى قرن أو قوة بتنكسر وبتخرج منها أربع قرون متجهة نحو، زي ما في الأربع رياح في دانيال 7 هبت على البحر فخرجت أربع كائنات متجهة نحو الأربع جهات. في القصة دي القرن الكبير اتكسر وخرج أربع قرون متجهة نحو الأربع جهات، شمال شرق جنوب غرب. في مدينة فوق بصة بأبوابها الأربع جهات، وفي حاجات في الأرض شريرة بصة بقوتها لأربع جهات. في دانيال 7 ودانيال 8 مش بيتكلم عن حاجات روحيه، سوري، مش بيتكلم عن حاجات في صف الملكوت، ده بيتكلم عن حاجات مضاده للملكوت. فالمدينه اللي فوق بص لاربع جهات، ولما هب الروح ولما امر الرب حزقيال ان يصلي قال له: هب يا روح من الرياح الاربع، فيقوم الجيش تحت في الشارع. في كائنات، والكائنات دي مش كائنات كويسه لما تقرا، يعني مش هخش في تفسيرات، اتحركت نحو الاربع جهات، وهنا القرون اتحركت نحو الاربع جهات. اذكرك بايه معظمنا عارفها في سفر زكريا الاصحاح الاولاني، زكريا 1:18: رفعت عيني ونظرت. زكريا 1:18: واذا باربعه قرون، اربعه قرون. قلت للملاك الذي كلمني: ما هذه؟ قال لي: هذه القرون التي بددت يهوذا واسرائيل واورشليم. دي قرون بتكسر في شعب الرب. اراني الرب اربعه صناع. اربعه صناع دول كلمه صناع بتحمل حكماء بيعملوا حاجات بحكم. فقلت: جاء هؤلاء ماذا يفعلون؟ فتكلم قائلا: هذه القرون القوه التي بددت يهوذا، قد جاء هؤلاء الصناع ليرعبوهم وليطردوا قرون الأمم. أوكي، نفهم من كل ده إيه؟ كل ده مربوط بسفر الرؤيا، روح البيت اقراه، 21 و22، المدينة التي لها أربع أوجه، مدينة الله. ففي مدينة فوق لها أربع جهات وأبواب بصة للجهات الأربع، وأربع رياح من الروح القدس بتعمل شغل روحي. وتحت في مدينة أرضية وفيها حركة
في بعض أحيان بتبقى من إبليس في الأربع جهات. سفر أخبار الأيام الأول، قلت لكم النهارده شغل. أخبار الأيام الأول 9. في إيه في أخبار الأيام الأول؟ أخبار الأيام الأول للهيكل اللي الرب عمله في هيكل سليمان. الرب كلم بيه داود وادال سليمان الشكل بتاعه والنظام بتاعه، وسليمان قام عمله، عشان كده قلت الرب هو اللي عمله، لانه ده كان بمشوره الرب بتفاصيل الرب. اخبار الايام الاول 9، هقرا لك حبه ايات. عدد 18. وحتى الآن بس هو بيحكي عن الهيكل، بيحكي عن الوظيفة اللي أنا عايز أتكلم عليها النهاردة، اسمها البوابين. كان في بوابين، بس للأسف إحنا في شعبنا نصكم ضحك دلوقتي أو ابتسم، مش ضحك. البوابين في الكتاب المقدس دول ما كانوش زي تعبير بوابين النهاردة. البوابين دول كانوا واقفين في الأبواب بتاعة الهيكل اللي موجود جوه المدينة، وكان في بوابين موجودين في أبواب المدينة، بس كان يميلوا ان يبقى اسمهم حراس. على أسوار أقمت حراس. حراس دول كانوا البوابين. فكان في كذا صف في الملكوت من البوابين. كان في ناس بتحرس في قدس الأقداس، وكان في ناس بتحرس في أبواب الهيكل، وفي ناس بتحرس في أبواب المدينة. ودول بوابين ودول بوابين ودول بوابين، وكلهم من سبط اللويين. أذكرك علشان مش عايز أوعظ، عايز المدينة لها أبواب، والأبواب ليها إيه؟ بوابين تجاه الأربع جهات. قادرين تشوفوها ولا لسه؟ في مدينة فوق المدينة، مدينة الله فوق المدينة الطبيعية، ومدينة الله لها أبواب بصة للأربع جهات، وفي الأبواب دي بوابين. والهيكل الموجود جوه المدينة، الهيكل ده له أبواب. وعندي أخبار ليك، هو برضو له باب ناحية الشمال، باب ناحية الجنوب، باب ناحية الشرق، باب ناحية الغرب، وكل باب من هذه الأبواب له بوابين واقفين على أبواب الهيكل. فكأنه مربع جواه مربع، وكل مربع فيه ابواب في الاربع جهات، اربع جهات الارض. وفي بوابين هنا، وفي بوابين جوه الهيكل الموجود جوه المدينه، والابواب المفتوحه شرق غرب شمال جنوب ليها بوابين ايضا. هنا بيتكلم عن ابواب الهيكل. اقرا معايا عدد 18. وحتى الان هم في باب الملك الى الشرق. ليه كان بيتقال ان باب الشرق هو باب الملك؟ لان هو ده الملك كان دايما بيخش منه. حتى الان هم في باب الملك الى الشرق. طبعا في معاني كتيره قوي في القصه دي، بس عشان الوقت مش هخش فيها. هم البوابون لفرق بني لاوي. شالوم ابن قوري ابن ابياساف ابن قرح، يعني ده اللي جاي من قرح. فاكرين قرح؟ القرحيون على عمل الخدمة حراس أبواب الخيمة، وأبائهم على محلة الرب حراس المدخل. يعني في حراس جوه، وفي حراس على المدخل بتاع الهيكل. فنحاس ابن العازر كان رئيسا عليهم سابقا، والرب معه، يعني الرب كان بيقف معاه. زكريا ابن مشلمية كان بواب باب خيمة الاجتماع. هؤلاء المنتخبين بوابين للأبواب. 212. انتسبوا حسب قراهم، أقامهم داود وصميل الرائي على وظائفهم. ده أخبار الأيام الأول، ده سليمان، بس بيقول لك كان معدهم من الأول، لأن المدينة الروحية والهيكل ما كانش
منتظر انه يتبني. صميل فك... ده بيقول اقامهم مين؟ داود ومين؟ صميل. هو كان فيه هيكل وقت صميل؟ وكان فيه هيكل وقت داود؟ طب اقامهم على ايه؟ وقفوهم على انهي بوابه؟ فهمتوا؟ ما كانش في هيك مبني يقفوا على البوابه، بس في مدينه هم بيقفوا على البوابه فيها. اقامهم صميل قبل ما يبقى فيه اصلا هيكل، واقامهم على البوابه قبل ما يبقى فيه اصلا هيكل. بوابه ايه؟ بوابه المدينه. انهي مدينه؟ الموجوده فوق المدينه. وكمل داود معاهم، ولما اتعمل الهيكل وقفوا على العيان. اي حاجه بتحصل تحت لازم تبتدي فوق، اي حاجه بتحصل على الارض لازم تبتدي من المدينه اللي فوق. اي حاجه ممكن تاثر على تحت يجب انها تبتدي من مكانك فيه وسكناك في الملكوت التي ليست من هذا العالم، وفيها وفي مكانك اللي موجود فوق بتجد الصلاحيه ان تجد مكانك موجود في الارض. البوابين كانوا في المدينه اللي فوق فبقوا بوابين في المدينه اللي تحت. وزي ما انت مدرك كده البوابين دول ما كانش حاجه. فاكرين عبيد ادوم؟ فاكرين ده اللي كان دخل داود قام دخل تابوت العهد في بيته وتبارك؟ فاكرين؟ وجا في يوم بعد 3 شهور جم قالوا له خلاص احنا هنشيل تابوت العهد، عرفنا على اكتاف اللويين. فقام عبيد ادوم لم عزاله وتحرك ورا تابوت العهد. عبيد ادوم واولاده كانوا من البوابين. جميع هؤلاء عدد 22 المنتخبين بوابين للابواب 212 انتسبوا حسب قراهم. اقامهم داود وصميل الرائي على وظائفهم، كانوا هم وبنوهم على ابواب بيت الرب، بيت الخيمه للحراسه في الجهات الاربع. كان البوابون في الشرق والغرب والشمال والجنوب. فهناك البوابين كانوا في الجهات الاربع لانه هم واقفين قبل ما يبقى فيه الهيكل، واقفين في المدينه اللي فوق في الجهات الاربع، ولما اتعمل الهيكل بقوا واقفين في الابواب الاربع في الجهات الاربع. ما تقوليش البعض بيقول انا سامعكم اصلا، البعض بيقول وانا مالي. ما تقوليش وانا مالي، لانك حضرتك وحضرتك مهم جدا انك تدرك انك في المدينه اللي فوق المدينه، ومن المدينه دي تدرك انك لازم في زمن مثل كده تقف في الباب. ووقفتك في الباب لها علاقه بالجهات شرق غرب شمال جنوب. وقفتك في الابواب بتاعه المدينه، وقفتك في البوابات بتاعه المدينه لها علاقه بسكيب الروح القدس على المدينه وعلى اي حاجه بتحصل في اللي تحت في المدينه اللي تحت. انك تقدم ذبيحه وتقدم عباده وتعلن عهد من المدينه اللي فوق في الاتجاهات الاربع مهم جدا، يعني ده بيختم حاجه وبيربط المدينه. عشان كده كان في اسوار وابواب في الاتجاه الاربع، وقال لك لما ختم يقول لك سور المدينه كذا مقياسه كذا وفي 3 ابواب هنا، وبكا مقياسه كذا وفي 3 ابواب كده، وبكا في مقياسه كذا وفي 3 ابواب كده، وبكا مقياسه كذا وفي 3 ابواب كده، والرب موجود في الوسط. ففي حاجة للأربع جهات، وقفة البوابين في الأربع جهات بتحسم القصة وبتأتي بالرب اللي في الوسط. ده بيتكلم على المدينة اللي فوق. ولما بتبقى واقف في مكانك في المدينة اللي فوق بتقدر تقف في مكانك صح، في مكانك صح في المدينة اللي تحت. فما تقوليش وأنا مالي بالقصة. ده حينقلني لقصة أخيرة وأنا هختم. ملوك الثاني 11، ملوك الثاني صح 11.
ده ليه علاقة بالبلد؟ أنا من أول لحظة في الاجتماع عمال بتكلم على البلد. ده ليه علاقة ببيتي في البلد أو بأماني في البلد؟ أنا من أول لحظة في الاجتماع بكلمك عن استراتيجية أمانك وبيتك وخدمتك في البلد. ملوك الثاني 11. ودي آخر قصة نقراها. لما رأت عثاليا أم أخزية أن ابنها قد مات، عثاليا دي بنت إيزابل وأخاب. إيزابل وأخاب كانوا في مملكة إسرائيل، خلفوا بنت. عارفين إيزابل وأخاب؟ لا، ناس مش كويسة. خلفوا بنت مع عثاليا. عثاليا اتجوزت أو اتجوزها ملك يهوذا. فالدمار اللي كان بيحصل في مملكة إسرائيل اتنقل من خلال عثاليا، من خلال ارتباطها بملك في يهوذا. فعثاليا قامت فأبادت جميع الناس للملكي. ودي حاجة العدو يحب يعملها، إبليس بيحب يعملها، إنه يقوم مموت الملوكية فيك، مموت الحتة، يقولك عايز تصلي صلي صلي، أنت بره ربنا صلي، قدم ذبيحة. ده لو أنت يعني نجحت إنك توصل الحتة دي، ده آخر المرتجى، يعني إنك تبقى قدام الرب. حلو قوي. بس يقوم لاغي البعد الملوكي، إنك أنت جواه وهو جواك وبتبص الأحداث من خلاله. فلو أنت جواه أنت بتبص من جواه، ولو أنت جواه فأنت جوا المدينة، ولو أنت جوا المدينة اللي فوق، ولو أنت جوا المدينة أنت بتبص الأحداث من خلال المدينة اللي فوق، من خلال وجودك في الله. يهوى شمة الرب هنا. فتبيد البعد الملوكي، انك موجود جواه وبتبص للاحداث من جواه. مهم جدا اللي بيحصل النهارده والايام اللي جايه، تبقى ساكن في المدينه اللي مش من هنا وبتبص الاحداث من جوه المدينه، واقف على ابواب المدينه المتجهه بكل وضوح. هو اللي بيقول، مش انا اللي بقوله، ده في سفر الرؤيا، بس مش عايز اطول القصه عليك. شرقا ليه؟ كل جهات الاربع في حاجه مهمه، لان ابليس بيتحرك عشان يغطي كل الجهات الاربع بتاعه البلد، وانت محتاج انك تقف في المدينه اللي فوق، فانت في مكان في امتياز او سلطان، انت فوق البلد، ومن فوق البلد محتاج تغطي الجهات الاربع بتاعه البلد، لانك لو غطيت الجهات الاربع بتغطي البلد. لو غطيت الجهات الاربع اصلا بتغطي المدينه بتاعتك، اللي هي المكان اللي فيه حضور روح نعمه سلام، بيتك حياتك، مملكتك ليست من هذا العالم، وانت ساكن هنا، انت من سكان الجبل، هناك من سكان الجبل، دي مملكتك. ولما بتقف على ابواب المدينه الاربع وبتطلب هبوب الروح القدس، مدينتك قويه جدا، فانت محصن في هذه المدينه، انت وبيتك ومستقبلك وايامك محصن في هذه المدينه. بس كده، لو انت واقف في الابواب الاربع ده مكان سلطان فوق المدينه اللي تحت، ولانك في سلطان على المدينه اللي تحت ففي تاثير على المدينه اللي تحت. وعثاليا ما بتبقاش عايزه، ابادت جميع الناس للملكي، بس اختبأ ابن من الناس الملكي. كلكم عارفين القصه يمكن، في بيت الرب عدد 3، كان مختبئ في بيت الرب 6 سنين، وعثاليا مالك على الارض. هقرا لك القصه وكان نختم. في السنه السابعه ارسل يهويدا، فاخذ رؤساء مئات الجلادين والسعاء، ادخلهم لي الى بيت الرب، قطع معهم عهدا، استحلفهم في بيت الرب واراهم ابن الملك. واحد ملك امرهم قائلا: هذا ما تفعلونه، الثلث منكم الذين يدخلون في السبت يحرسون حراسة بيت الملك، الثلث على باب السور والثلث على الباب وراء السعاء، فتحرسون حراسة. حالا هتفهموا الحتة دي. عدد 11. وقف السعاة كل واحد سلاحه بيده من الجانب البيت الأيمن إلى جانب البيت الأيسر حول المذبح والبيت حول الملك مستديرين. أخرج ابن الملك، وضع عليه التاج، أعطاه الشهادة، فملكوه ومسحوه وصفقوا، قالوا ليحيى الملك.
لما سمعت عثاليا صوت السعاة والشعب دخلت إلى الشعب إلى بيت الرب ونظرت إذا الملك واقف على المنبر حسب العادة، الرؤساء ونافخوا الأبواق بجانب الملك وكل شعب الأرض يفرحون ويضربون بالأبواق، فشقت عثاليا ثيابها وصرخت خيانة خيانة. خلي بالك، تعبير أو تعبيرين، تعبير حبصه من هنا وتعبير حبروح لنفس القصة في أخبار الأيام. لما رأت كل شعب الأرض واقف وبيقول ليحيى الملك، يعني إيه كل شعب الأرض؟ إزاي كل شعب الأرض كان موجود جوه الهيكل؟ بص معايا في أخبار الأيام الثاني 23، مصحصحين؟ أخبار الأيام الثاني 23، إذ اللويين وقفوا فين؟ عدد ثلاثة، قطع كل المجمع عهدا في بيت الله مع الملك وقال لهم هوذا ابن الملك يملك كما تكلم الرب عن بني داود، هذا هو الأمر الذي استعملونه، الثلث منكم الذين يدخلون في السبت من الكهنة واللويين يكونون بوابين للأبواب. أوكي، فدول حيقفوا في الأبواب. الأبواب اللي هي فين؟ شرق، غرب، شمال، جنوب. فالثلث اللي هيخش يقفوا في الابواب، بوابين للابواب، الثلث في بيت الملك، اذا الثلث في 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 الحته الداخليه اللي فيها الملك، والثلث في باب اسمه باب الاساس. التعبير ده غريب جدا، مش موجود في كتاب مقدس كتير، ان كان في باب اسمه باب الاساس، والباب ده غريب، مش مذكور حتى فين، ملوش تفاصيل، ملوش اي ذكر تاني كتير، انه في باب اسمه باب الاساس، ده المكان المحوري اللي الملك بيتحرك عليه والملك بيتحرك من خلاله، ده زي ما يكون حجر الزاويه، ده الباب المهم اللي يكون واقف فيه. الثلث في بيت الملك والثلث في باب الاساس، وجميع الشعب في ديار بيت الرب. عدد سبعة، يحيط اللويين بالملك مستدرين كل واحد سلاحه بيده، الذي يدخل البيت من بره يقتل. أنا عايز أختزل الوقت. أوكي، أخرجوا ابن الملك عدد 11 وضعوا عليه التاج وعطوه الشهادة ملكوه ومسحوه يهوية داع وبنوه وقالوا ليحيى الملك. وبرضو تنتهي القصة بنفس القصة في عدد 13، شقت عثاليا ثيابها وقالت خيانة خيانة. بصوا عشان الوقت، في هذه القصة اللي حسم هذه المملكة الشيطانية بتاعت أخاب وإيزابل وعثاليا، إن البوابين وقفوا في مكانهم على الباب، والبوابين وقفوا في مكانهم في القدس الأقداس، والباقي وقفوا حوالين الملك وملكوا الملك، صنعوا عهدا. في حاجة مربوطة بالأبواب وبالبوابين اللي رافعين إيديهم في مدينة الرب، اللي بص تجاه الأربع جهات، وفي أبواب تجاه الأربع جهات، وفي بوابين واقفين في الأربع جهات لإعلان الملك على المدينة اللي فوق، وهبات الروح القدس، هب يا روح من الرياح الأربع على المدينة. ليه؟ لأن الصراع ما بين المدينتين، المدينة اللي فوق والمدينة اللي تحت، هو صراع كل الأرض، الأربع جهات. إبليس بيبقى عايز يملى كل الأرض، عايز يملى كل حاجة، الأربع جهات. القرن اتكسر عشان يطلع قرن تجاه الأربع جهات، الريح هبت، دي كانت ريح وحشة، هبت عشان تطلع كائنات شريرة للأربع جهات. الأربع قرون طلعوا عشان يحطموا تحت، وفقام أربع صناع عشان يكسروهم. ليه إبليس بيتحرك في الأربع جهات؟ عشان يملى الأرض. لما البوابين فوق بيقفوا في الأربع جهات وبيعلنوا عهد الرب، تحت عثاليا شافت شعب الأرض. فاكرين قالت إيه؟ لما رأت كل شعب الأرض جوه الهيكل. يعني إيه كل شعب الأرض جوه الهيكل؟ لكن ممنوع حد يخش. لأن الأربع جهات واقفين عليها البوابين، هنا سلطان شعب الرب اللي بياخد سلطان على شعب الأرض. فعسل يا قالت خيانة خيانة. أرجو لكم فهمت الحتة دي.
لما بتقف بإدراك إنك من ضمن البوابين اللي في المدينة اللي فوق رافعين إيديهم بيعلنوا عهد الرب، اسم الرب يهوى شم الرب هنا في 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 الجهات في كل الأرض، التأثير في المدينة اللي تحت بيبقى كأن كل شعب الرب بقى ملك للرب، كل شعب الأرض بقى ملك للرب. مرة تاني، لما بتقف في مكانك صح في المدينة اللي فوق التأثير تحت بيبقى كأن كل شعب الأرض ملك للرب. عشان كده لما حزقيال وقف فوق في الروح وقال العظام اللي في البقعة دي تعيش ازاي، قال له تنبأ هب يا روح من ايه؟ من الجهات الأربع من كل الأرض. لما حب الروح قام الجيش ده، قام العظام دي جيش عظيم جدا جدا. امين. طيب خلونا نصلي، تعالوا نقف كلنا. هل كل الكلام اللي قلناه ده له علاقه بيك؟ نعم. له علاقه بالبلد؟ نعم. لانه خليني اقول لك لازم البلد تتربط.